أنا ممرض ونفسي أطلع على بريطانيا، بس مش عارف هل هذا قرار كويس ولا لا. شوف علي، بتجيب ورقة وقلم وبتكتب على اليمين الإيجابيات 1 2 3 4 5، السلبيات 1 2 3 4 5، وبتشوف مين فيهم بتطغى على الثانية. فيديو اليوم راح أتكلم لك عن إيجابيات الحياة في بريطانيا، والفيديو الجاي راح أتكلم عن السلبيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، وهي قناتي مذكرة ممرض. نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء، وبنتكلم عن السفر والهجرة وشغل التمريض بشكل عام برا البلد اللي انت فيها. فلو عجبك العنوان خليك معنا للآخر، ولا تنسى الهاند واشنج، البس الجلوفز وهات الماسك وتفضل معنا. قبل ما أبدأ في هذا الفيديو لازم أقول لك كلمة واحدة، خلي في بالك جملة واحدة، إنه بريطانيا بلد كبير وما بجوز تعمم، وما في إشي اسمه دايما او كل، ما في اشي اسمه كل البريطانيين كويسين او كل البريطانيين عاطلين او كل بريطانيا مناطق غالية او مناطق رخيصة او كل بريطانيا مناطق امنة او مناطق خطرة. ما في بلد بالدنيا مهما كانت صغيرة كل بيت وكل شارع وكل دوار وكل حي فيها نفس الطبع ونفس مستوى المعيشة ونفس مستوى الامان ونفس الاخلاق ونفس التعامل. فلو انت عايش في منطقة غالية وأنا قلت إنه بريطانيا رخيصة، لا تسب عليها، أنا قلت بعض أو أحيانا، أنا دقيق في كلامي. رقم 2، لما نقول إنه البلد الفلانية فيها إيجابيات 1 2 3، مش معناته إنه بنحبها أو بنعبدها أو بنقدسها أو شايفينها أحلى من بلادنا، لا. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني أنا بكره فلان، ما بقول عنه أنه عاطل في حين هو كويس، بس لأني بكرهه. حتى لو كنت كافر فيك ميزة كويسة، بقول عنك أنت الكويس فيك 1 2 3، بس لو ربنا يهديك وتسلم. من المميزات والإيجابيات في بريطانيا بشكل عام النظام. معروف أنه الإنسان البريطاني بموت في إشي اسمه نظام، خصوصا المواعيد. البريطاني لو قال لك الساعة 6 بكون عندك، حتى لو وصل باب بيتك الساعة 6 إلا ثلث أو 5:30، راح يضل في سيارته لحد 6 إلا 10 ثواني، وراح تلاقي إصبعه على الجرس 6 إلا ثانية بالملي أو 6 إلا دقيقة بالكثير. ما في حدا بيجيك بدري ساعة أو متأخر ساعتين عن موعده، زي ما بصير في تعرفين وين. مخالفات السير الكل بدفعها، ما حدا بعمل فيها ممثل بقول لك أنا كنت بموت، أنا ما كنتش منتبه، أنا بدي ألحق أبوي في المستشفى قاعد بموت، خلص أنا عارف حالي غلطان بدفع. الدور بالطوارئ، لما تروح على المستشفى ما في إشي اسمه مشي حالك، اكتب لي أي كلمتين خلينا أروح، أعطينا أي دواء خلينا أطلع، لا. مدام في 5 6 10 20 واحد تعبين أكثر منك، تستنى لما الدكتور يخلصهم وبعدين بنشوفك. فممكن تقعد بالطوارئ 4 6 8 10 ساعات عادي جدا وما حدا بيشتكي. ما في حدا عندهم بيسهر للصبح وبضل على مباريات برشلونة وريال مدريد، هو الكلام الفارغ للواحد والثنتين وبعديها استوديو تحليلي للخمسة والستة الفجر. من الإيجابيات في بريطانيا الجنسية، ومن الإيجابيات أنه مدتها معقولة بالنسبة لبلاد ثانية. الجنسية في بريطانيا بتجيك بعد 6 سنوات، أنت لازم 5 سنوات تقعد في بريطانيا، منهم كل سنة 9 أشهر جوا بريطانيا وثلاث أشهر بالكثير برا بريطانيا. بعد 5 بتجيك إقامة دائمة، بعد 6 بتجيك الجنسية. لو أنت في ألمانيا مثلا بعد 8 سنوات بتجيك الجنسية، وشرط أنك تتنازل عن جنسيتك الأصلية عشان تأخذها. في بريطانيا 6 سنين مش 8، فهي ميزة. من الميزات برضو أنه بعد 6 سنوات راح تحصل على الجنسية البريطانية، اللي هي ثالث أقوى جواز سفر بالعالم، اللي بدخلك 192 دولة بالعالم بدون تأشيرة أو فيزا. من الميزات كمان أنه النظافة في كل مكان، ما في حدا بيرمي زبالة من شباك السيارة، ما في حدا بتف على الأرض، ما في حدا بتفي سيجارته في الشارع، ما في حدا بدخن في المستشفيات أو في الباصات أو في المترو أو في الأماكن العامة. من ميزاتها برضو الأمان، أنا بتكلم بشكل عام. يمكن أنت ساكن في بريطانيا في حي كله مجرمين، خاطفين أطفال، مروجين مخدرات، هاي مشكلتك. أنا بتكلم بشكل عام، بشكل عام البريطانيين ما بحبوا الحروب، وأي تكتل أو تنظيم عالمي أو مرابطة لدول بيصيروا مع بعض، غالبا الشعب البريطاني راح يصوت إنه ما بدنا ننضم لهم، لأنه أي واحد فيهم راح يأكل كف بدنا نروح على الحرب معه، إحنا مش مجبورين في حدا، هيك مخهم الجماعة. رقم 4، التساوي أمام القانون، وهي النقطة بالذات موجودة في كل البلاد الكافرة الحمد لله. فإحنا ما بنفخم في الناس أو ما بنعطيهم فوق حقهم أو فوق حجمهم، هم فعليا هيك. من الإيجابيات في بريطانيا برضو إنه العادات عندهم تختلف، ما في وسطات،
ما في حدا بقول لك انت ما بتعرفش انت بتكلم مين، ما في حدا بقول لك فلان بيسلم عليك او ابو فلان بيسلم عليك، ما حدا بقول لك زودها لما توزن له اشي، وين طبشة الميزان، وين زيادة البياع، ما حدا بفاصلك بالسوق، خلص هاي حقها 5 دولار بتدفع 5 دولار، ما في شيء اسمه بنفعش 4.5. انت لو حكيت هاي الكلمة لحدا في بريطانيا بجوز تجي جلطة على المخ، مش متعودين انه حدا يفاصلهم اصلا. ما حدا بلاحق الناس، هاي اتطلقت يمكن عملت يمكن دايرة حل شعرها، ما حداش بيهتم بحدا، ما حدا بينافق حدا، ما حدا بيقوم بواجب الناس بس عشان لو احتاجهم هم يقوموا بواجبه، ما حدا بزور المريض، ما بتلاقي المريض عنده 500 واحد كل العيلة الا نادر ما نادر، او اذا كان المريض عربي يعني، ما في تمييز بسبب لونك او عرقك او دينك او 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 او، يمكن هم الواحد جواته بكرهك، بس لو قلك في وجهك انا بكرهك لانك عربي او لانك مسلم او لانك اسود او لا شو مكان، هاي فيها 6 7 سنين سجن. فأنا ما بقول لك كيف هم بيعاملوك كلهم، أنا بقول لك في الغالب شو اللي بصير أو القانون شو بيحكي. في احترام للمعاقين، ما حدا بتطلع على المعاق بشفقة أو إنه الإنسان خلاص انتهى وما فيش منه فايدة. من الإيجابيات برضه جمال الطبيعة وكثرة أماكن الترفيه، الجماعة بيعرفوا لما بدهم يفتحوا مثلا مول، يفتحوا مدينة ألعاب، بيعرفوا يعملوها على أحسن وجه، وفيها فيها مواقع تاريخية وفيها قلاع تاريخية، وبكفي بيج بن ونهر التايمز، هذول لحالهم بيجلبوا السياح بالملايين من كافة أنحاء العالم كل سنة. من الإيجابيات أنه الجو مش حار، صحيح أنه بارد جدا، لكن الناس اللي جربت مثلا تروح على الخليج أو بعض البلاد في الدنيا اللي حر جدا راح تنبسط هناك، والناس اللي بتحب الشتاء راح تنبسط هناك. بعض المناطق في بريطانيا راح تشوف الشمس أسبوعين في السنة وباقي الأيام مطر متواصل، فالناس اللي زيي بيحبوا الشتاء ما راح تفرق معهم. بالنسبة للستات والأطفال، لو رحت على بريطانيا مع زوجك هو ممرض وانت ما بتشتغلي راح تنبسطي، لأنه حقوق الطفل مقدسة، حقوق المرأة مقدسة، والمرأة عندهم ماخذة حقها يمكن يكون أكثر من الرجل، فلو جوزك رفع صوته عليك أو رفع إيده عليك لسه ما ضربك بتقدر تحبسيه وتقدر تطلقي منه عادي جدا. طبعا ما فيش داعي أقول لك لو عمل في الولد إشي شو اللي راح يصير، الولد لسه مقدم على المرأة، الولد رقم واحد في القانون. من الميزات كممرض بالذات توفر فرص العمل، بخلاف الدول العربية وباقي دول أوروبا غير بريطانيا، بريطانيا بحاجة إلى حوالي 40 أو 45 ألف ممرض في السنة أو السنتين الجايات، فسهل جدا جدا أنك تلاقي شغل هناك. من الميزات بالنسبة للممرض وغير الممرض، الرواتب أعلى من بلدك مهما كنت، مدام أنت عربي فالرواتب أعلى من بلدك. لو بدك تسأل عن الحد الأدنى للأجور أو المينيموم ويج في بريطانيا، الحد الأدنى للأجور 11.4 جنيه استرليني بالساعة. الممرضين أقل راتب ممكن تأخذه 15.3 جنيه استرليني بالساعة. ولو تتذكر لما تكلمنا في الفيديو تبع أجندا فور تشينج أو تبع رواتب الممرضين في بريطانيا، ذكرت أنه أقل راتب ممكن يأخذ الممرض القانوني اللي دارس 4 سنوات بالجامعة أول ما يتخرج، أول ما يتعين بدون خبرة دقيقة واحدة، أقل راتب راح تأخذه 28,407 جنيه استرليني بالسنة، قسمها على 12 بيطلع مع قديش بالشهر. من المميزات كمان أنك راح تشتغل في بلد عملتها قوية، الناس اللي في مصر ولبنان بالذات فاهمين شو قصدي. في اللحظة اللي صورت فيها هذا الفيديو كان الجنيه الاسترليني 60.4 جنيه مصري، وكان الجنيه الاسترليني 113,411 ليرة لبناني. فتخيل تشتغل في بلد بتعطيك 2,367 جنيه استرليني بالشهر، حولهم لعملة بلدك وشوف بتوفي معك ولا لا. طبعا لسه في بدل سكن وبدل غلاء معيشة وبدل قصة، بس هذا الأساسي. من الميزات برضو للتمريض بالذات أنه ساعات الشغل أقل من بلادنا، معظم الدول العربية تعطي ساعات الشغل 48 ساعة للكل أو 48 ساعة للكل و 44 ساعة للممرض. في بريطانيا عدد ساعات العمل المسموح فيها 40 ساعة لكل الشعب و 36 ساعة فقط للممرض، فأنت راح تشتغل 3 شفتات بالأسبوع، كل شفت 12 ساعة، يا إما 7 الصبح ل 7 بالليل يا 7 بالليل ل 7 الصبح فقط. طبعا في مجال للأوفر تايم. الفيديو الجاي راح احكي لك عن سلبيات الحياة في بريطانيا، عشان هيك لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، ولو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.